على حكام ديال الحصبة فيما يخص قيادة مقابلات القسم ممتاز. اليوم ان شاء الله غادي عندنا واحد البرنامج زاخر يزخر بواحد مجموعة ديال المواضيع، ومن اهمها التعديلات الجديدة للموسم الرياضي 2019-2020. وضعنا واحد البرنامج اللي هو قسمناه الى ثلاث اقسام. اليوم الاول اللي كتشوفوا دابا الان حنا في اطار الترتيبات لاستقبال المشاركين، على اساس ينطلق التربص على الساعه الخامسه بعد الزوال اللي غادي يشرف على هذا الموضوع اللي هو السي سعيد النوري. هذا الموضوع اللي كيحمل عنوان التعديلات الجديده، يعني غادي يوضح وغادي يقدم التعديلات الجديده للحكام الحاضرين. على اساس يوم غادي ان شاء الله من 9 حتى 12 غندير واحد الحصه تطبيقيه، يعني جميع المسائل اللي كتعلق بالتعديلات غادي نديروا واحد المحاوله ديال التطبيق على ارضيه الملعب في ملعب احمد فنا غدا ان شاء الله من 9 حتى 12. ولابريميدي يعني بعد الزوال عندنا ثلاثه ديال المواضيع، عندنا لمسه يد، وعندنا التسلل، وعندنا الخطا التكتيكي. هاد المواضيع غادي نقدموهم ابتداء من الساعه الثالثه حتى الساعه السابعه ان شاء الله، على اساس نختموا التدريب بالتوصيات اللي غادي تقدمها المديريه الجهويه للتحكيم للحضور. في حين ان يوم الاحد ان شاء الله ابتداء من الساعه الثامنه صباحا غادي يعني غادي نختبر الحكام، يعني الحكام غادي يجتازوا الاختبار البدني السنوي. هذا الاختبار هو اللي غادي يبين لنا القدرات البدنيه ديال كل حكام، على اساس يعني الحكام اللي كيتوفقوا في هذا الاختبار البدني هما اللي عندهم الحق يقودوا المقابلات. اما اللي خفق عنده 6 ديال الاسابيع على غرار ما كتقوم به المديريه الوطنيه للتحكيم، عنده 6 ديال الاسابيع يتدرب باش يستعد للاختبار البدني اللي غادي يتم الاستدعاء ديالو لاحقا ان شاء الله. لاول مره غادي نديروا، يعني غادي نقدموا تعديلات على شكل تطبيق على ارضيه الملعب. كنتمنوا انه الحكام ان شاء الله دين يكونوا مستعدين نفسيا وبدنيا للموسم الرياضي المقبل ان شاء الله، اللي كنشوفوا بانه غادي يكون موسم فيه واحد التنافسيه وواحد الحده بين جميع الفرق المتباريه في جميع الاقسام من اجل تحقيق الصعود الى القسم الوالي ان شاء الله. يمكن تكون التيران، يمكن تكون على برا ديال التيران هي لاسال دو فيزيوناج، لاسال غرفه فين كيكونوا بداك الحكام واحد جوج ثلاثه اربعه. بون كما جرت العاده تنظم المديريه الجهويه للتحكيم بعصبه سوس في بدايه كل موسم رياضي تربص للحكام من جميع مناطق العصبة ديال سوس. خلال التربص هاد السنة اللي قسمناه لثلاثة أفواج، اليوم هناك الفوج الأول. دونك كما كتلاحظوا هاد اليوم الدراسي انطلق العشية، درنا الافتتاح ديال التربص، مباشرة دخلنا التعديلات اللي عرفتها للواد جو واللي دخلت حيز التنفيذ من 1 جوان 2019. هذه التعديلات اللي شملت مجموعة من المواد، أهمها المادة 3 4 5 7 8 10 12 13 14 15 و16، يعني غالبية تقريبا مجموعة من التعديلات اللي درها المشرع العام الفيفا مع البورد. والهدف منها هو ديما كنحاولوا ما امكن نربحوا الوقت اللي كيتلعب مقابله يتربح الوقت، يعني بقاو المشرع باش ما يضيعش الوقت، يكون يعني لوغ افكتيف يكون شويه كبير، وايضا باش نقص من التدخلات الخشنه واللي كيعرفها الميدان، وايضا يعني كما تعطي ديما واحد الجماليه للعبه. يعني هذا هو الملخص اللي درنا اليوم مع الحكام، طرقنا كل شيء لهذا سميتو. ممكن
إذا دركنا الوقت مزيان، ما دركناش غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.